كبير جدا الحمد لله، ومحقق يعني انجازات كبيره جدا وميداليات بشكل كبير وواضح. لكن اللعبه دي جت عليها فتره كده كانت ما شاء الله طالعه زي صاروخ، ومره واحده ممكن حصل لها بعض المشاكل، والمشاكل دي خلتها ممكن يعني ان هي تتعرض للايقاف لمده سنتين. نقف بقى لحد كده؟ لا، رجعنا مرة تانية وأحسن من الأول الحمد لله، وعندنا كمان يعني قطاع من الناشئين والشباب وأيضا الكبار الحمد لله اللي عملوا هم كمان إنجازات الفترة اللي فاتت، وطبعا ده كمان باتحاد كبير واتحاد محترم. النهاردة هنتكلم بشكل مفصل عن رفع الأثقال من جانب بقى الاتحاد الخاص لرفع الأثقال، وطبعا اللي مشرفنا منه الكابتن وايضا نائب رئيس الاتحاد المصري الكابتن محمد فؤاد. اهلا وسهلا كابتن. اهلا بك يا فندم. رمضان كريم. الله اكرم ان شاء الله. وايضا يعني لعبت مصر بقى ايه لرفع الاثقال وبطلتنا الحمد لله اللي جابت 3 ميداليات في اخر بطوله كانت في البانيا للناشئين، وما شاء الله مكسره الدنيا، وهي رحمه احمد. ازيك يا رحمه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. مبروك عليكي. بارك فيك. الله يبارك فيك. ايوه. طيب يا كابتن، يعني هبدا معاك على طول كده ايه بالشكل او بالشق الخاص بالاتحاد المصري لرفع الاثقال. يعني اكيد فتره مش سهله ان احنا نتعرض للايقاف لمده سنتين بسبب طبعا القصه اللي احنا كلنا عارفينها، النشاطات وخلافه. ازاي رجعتوا وازاي كمان اتصرفتوا في التوقيت ده، وايه الخطه اللي انتوا بنيتوها علشان خاطر يعني تعيدوا امجادنا مره اخرى وكمان تاريخنا لرفع الاثقال؟ والله يا فندم، احنا حضرتك بعد الايقاف سنتين اللي تعرضنا ليه دوت، طبعا كانت نكسه بالنسبه لنا وكبوه، وما قدرناش ننافس في الاولمبيات اللي هي كانت في التوقيت دوت. بعد الرجعه بقى اللي هي الثانيه ديت، وكان في مجلس اداره جديد بقياده كابتن محمد مقصود ونخبه من الشباب، يعني تقريبا كلهم ابطال عالم وناس مثقفه ومحترمين، فقدرنا نعمل خطه محترمه ان احنا نرجع بالاتحاد بتاعنا تاني، يعني للامجاد بتاعته. واستعنا باحسن مدربين وبحسننا بمدير فني محترم اسمه علاء حسن كامل، طبعا ده عمل جاب نخبه كويسه قوي من المدربين معاه، وبدانا نشتغل على الناشئين والاشبال على اساس ان احنا ناخد القاعده من اولها. وبدانا الحمد لله من السنه اللي فاتت لعبنا بطوله العالم في اليونان، وجدنا برضه فيها 16 ميداليه تقريبا، وافريقيا، ولعبنا في المكسيك، ولعبنا في البانيا، وعندنا بطولات جايه كتير. يعني عندنا في بطوله في تونس ان شاء الله الشهر الجاي ده 11، وعندنا شهر ما شاء الله كلها يعني طبعا كلها انجازات، وقدرنا نعمل شغل جامد قوي على فكره. يعني بس يعني كان ايه التصرف وقتها لما احنا مصر يعني وبالاخص في لعبه وفي رياضه كبيره زي رفع الاثقال لما تعرضنا للايقاف؟ كان الصدمه طبعا عليكم بشكل كبير، طبعا كبيره جدا، وعلينا احنا كمان برضه طبعا البلد كلها كجماهير ومشاهدين وكمصريين يعني. مظبوط. هل يعني عملتوا خطة بالنسبة لكم خاصة شوية بالمكملات الغذائية وخلافه طبعا وفيما يخص اللاعب؟ لأن احنا لو بنتكلم برضو ان كان في شيء او نوع معين من التقصير، فممكن ده كان بيرجع الى 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 حد ما يعني ما كانش فيه الوعي الكامل، الوعي الخاص بالمكملات الغذائية وخلافه، ان ممكن في حاجات تؤثر على بعض اللعيبة، وممكن كمان تعرضنا للايقاف، وده حصل فعلا. حضرتك احنا بالنسبه للمجلس الجديد احنا عطينا لكل انسان عمله، يعني جبنا دكاتره متخصصين في المكملات، دكاتره متخصصين في اصابات الملاعب، يعني عملنا لكل شيء الوضع الصح بتاعه. يعني ما كانش ماشي عشوائي قبل كده. في الفتره اللي حصل فيها الايقاف دي كان فيها شبه عشوائيه، ان احنا مثلا ما فيش دكتور متخصص في المكملات، بدليل ان ممكن يجيبوا مكمل والمكمل ده فيه نوع من انواع النشاطات، انت مش عارف ايه الداخلي جواه. الداخلي جواه، فده اللي اذى اللاعبين. بالظبط. واذانا، ودخلنا في غرامه جامده، وايقاف، واحنا لحد الان بنعاني من الغرامه دي حضرتك. طبعا.